السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا يهوى ما يضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وآد ما رأى
ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ما كذب الفؤاد ما رأى حبت ما رأى على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المأوى عند سدرة المنتهى عندها بسم الله الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والسماء ولا تخسر الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.